السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما معكم بالعيد متقع الناطق رسمي لعصبة الدار البيضاء سطات، ونحن نتواجد عند أحد أبطال جمعية منتدى درب سلطان، البطل الكبير أكرد حميد والإنجاز الكبير داخل عصبة الدار البيضاء وكذلك داخل جمعية منتدى درب سلطان. نشوفوا البطل ديالنا كيفاش كان الاستعداد ديالو في هذه المسابقة وكيفاش على الحمامة الأخ حميد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاستعدادات كانت عادية جد عادية كما كان استعدوا أي مطلق، وكانت الأجواء شوية كان الجو شوية كان حال سخون، كان جوي حار ومطلق كان حار هو والله سبحانه وتعالى يسرحون. وكيفاش تمان كنت بهذا الاستطاع ديالك باش تحصل ما بين المراتب المتقدمة داخل جمعية منتدى درب سلطان الأخ حميد؟ الحمامة ما لقيتي معها لا صعوبة لا والو؟ جات كانوا زوج حمامات، وحده ديالي وحده ديال عسج متاول طوبيات. الوقت اللي ديزين هنا داروا واحد طلق عليهم حمام داك بلا ما نذكر الاسم ديالو، طلق عليهم بقى كيدور بهم، شدهم واحد ثلاثه طلق بقى كيدور بهم، عاد خرجوا عاد ولد هذا الصعوبه كانت. اما بالنسبه لحمام زاد ديك الارض ما كاين حتى مشكل. وحتى بالنسبه لهذ المسابقه الاخ حميد كانت ما نقولوش كارثيه ولكن كانت جد صعبه الاخ حميد. معروفه ولا ترى ذاك العام كي داز ذاك العام درت فيها بروميان دوزيام، وبالوقت الأولى مع 16 والثانية مع 22 والتروازيام ورايا ما ترى حتى 32 33 والله ما كان الحمد. الحمد لله. وبالنسبة للحمامة الأخ حميد هي هذيك كما كتشاهدوا معنا في الصورة، الحمامة المعلنة عند البطل الكبير أكرد حميد عن جمعية منتدى درب سلطان. بالنسبة شحال من حمامة ديتي الأخ حميد لهذ المسابقة؟ 37، ولكن حتى الأخر لحظة كتجمع الحمام وشوية كانت شوية واحد شوية ديال الأورنيطوز. الأورنيطوز حتى الأخر لحظة، ولكن درت واحد التخطير وصيفطتهم بها، حتى ربما يكون تأثير. ولكن واخا درتي التخطير الحمام ما مشاش في الصحة الجيدة اللي نقولوا 99%، جات تقريبا 75%، ربما غادي يكون. الحمد لله كان الحمام جا كامل. الحمام الأول والثاني داخلين بجوج في البلد. والحمام جا كامل باقي شي حاجة؟ باقي أربعة. هذا هو المشكل كنهضروا عليه من الأول. 11 اللي باتوا لي 11. داو بقاو أربعة الحمد لله. هذاك الشيء اللي كان هذا هو المشكل اللي هضرتي عليه أنت بين الأورنيطوز وبقاو لك أربعة الحمامات، ربما هذوك الأربعة الحمامات يقدر يكونوا. فهمتي؟ الأمور غادي الحمد لله من الديبار غادي مزيان، ديما بارمي الكرومي ديما غادي معلومين الحمد لله. الحمد لله بالنسبة. عمري ما طلق ما طوش الله. والحمد لله الحمد لله تبارك الله عليك، راك بطل الأخ حميد بطل كبير. لا داعي اللي زعما باش نهضروا عليك نتكلموا عليك بزاف. الأوراق والديكلاراسيونات اللي كديكلاري سواء مع عصبة الدار البيضاء أو جمعية منتدى درب سلطان أو جميع الجمعيات الدار البيضاء. من جد وجد ومن زرع حصد. داكشي اللي كيخدم بحمامات زوينين نقيين راه كتكون النتيجة، ما بقاش يخدم عشوائي. داكشي اللي كاين. وبالنسبة للحمامة الأخ حميد هي هذيك ذكر ياك ولا؟ وأنت هي عند ملاجيا ملاجيا طارديف. طرديف. تبارك الله عليك على قلت الله اكبر. تبارك الله عليك الاخ حميد. وبالنسبه للبيديغري الا كان ممكن الاخ حميد بالنسبه لهذه الحمامه؟ واه ديريكت بور مع النهيه. بور نهيه انجليزيه مع بور ياك. ما تبارك الله عليك. عنده شي انزال سابق؟ لا حميد اول ذكرى خوها عنده جوج ذكريات خوها. تبارك الله عليك. والاخ حميد بالنسبه لللوفت مزيان ما كاين عندك حتى شي مشكل؟ وبالنسبه للوف ديال الاكرد البطل ديالنا اكرد حميد كما كتشاهدوا معنا في الصوره، اكرد حميد بطل جمعيه منتدى درب سلطان وبطل ايضا داخل عصبه الدار البيضاء سطات. وبالنسبه للوف ديال الاخ ديالو اكرد يوسف حتى هما الشقيق ديالو. تبارك الله عليك اخ حميد، اخر كلمه بالنسبه لك؟ اخر كلمه اللهم لك الحمد، كنشكر الله وشكر على الانجاز هذا، ونتمنى نبقاو ديما في التالق ليا وجميع المنخرطين عامة. الحمد لله. زيدوا كلمة أخرى الأخ حميد بالنسبة للأدوية، كدير لي برودوي ضروري برودوي ناتشيرال؟ يمكن شي جوج ناتشيرال وبرودوي كلش ضروري تخدم بهم جوج. منين كتقداو من السوق كيجيو من برا منين؟ كل واحد كل واحد منين؟ كنختار الحاجة المزيانة كناخذوها. هذاك الشيء اللي كان المهم ما يكونش فيت لاضات ديالها باش يكون داك الشيء متقول. تبارك الله عليك أخ حميد. ومن هذا المنبر كنشكر جميع الأبطال المغاربة اللي كيتواجدوا في الوطن العربي وجميع اللي كوفواير مرافقي الحمام، وكذلك اللجنة التقنية بالنسبة لجمعية منتدى درب سلطان، وكذلك عصبة مدينة الدار البيضاء سطات. كلهم زعما من الرئيس من أتر زيد. تبارك الله عليكم. مباشرة عند البطل أكرد حميد بطل عصبة الدار البيضاء وبطل كذلك عن جمعية منتدى درب سلطان. إلى هنا نستودعكم الله وفي أمان لقائي بكم مرة أخرى ومع بطل آخر. في أمان الله.